اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه طبعا برحب بنجومي اللي مشرفني في الاستوديو، برحب بالنجم الكبير محمود نعمان لاعب الفريق الاول لكره اليد بالنادي الاهلي. اهلا بيك يا محمود. اهلا بحضرتك يا كابتن، منورنا في قناه النادي الاهلي. حضرتك ربنا يخليك. ومشرفنا طبعا حارس المرمى، حارس مرمى النادي الاهلي، واللي ما شاء الله يعني من الشباب الواعدين جدا في حراسه المرمى قدامه ان شاء الله مستقبل باهر، معانا عبد الرحمن طه. ازيك عبد الرحمن؟ ظهرك منورنا منور قناه النادي الاهلي. يمكن اجي لك يا نعمان، انت طبعا اول مره تعرفنا هنا في الاستوديو. كنا اتكلمنا قبل الموسم يبتدي، وكنت ده اول موسم ليك مع النادي الاهلي. يعني كلمني تقييمك للسنه اللي انت فيها، هل انت راضي؟ هل انت خدت خطوه لقدام؟ كلمني عن تقييمك للفتره اللي انت قعدتها في النادي الاهلي السنه اللي فاتت. اكيد طبعا اول سنه في النادي الاهلي ما بتبقاش سهله، يعني بيبقى برده فيها شويه صعوبات قبل ما الواحد بيتعود على الجو والضغط وكده. الدنيا مختلفه عن اي نادي في يعني كنت بلعب فيه وكده، بس اكيد اخدت استفدت حاجات كتير يعني في الماتشات وفي ماتشات القمه بالذات. يعني يمكن كمان بطوله افريقيا اتاجلت، لو كنا لعبناها كانت هتدي خبرات اكتر، ويعني هتديني يعني مع الفرقه ماتشات قويه يعني اقدر العبها معاهم يعني. صحيح. طب عبد الرحمن كلمني برضو عن السنه دي. يمكن انت الحمد لله انضميت للمنتخب، انت لسه راجع من المنتخب من ايام انضميت لتدريب الفريق. كلمني برضو عن تجربتك مع الفريق الاول، خاصه ان انت لسه 22 سنه ما شاء الله صغير يعني. انا هو بقى لي 3 سنين في الدرجه الاولى. طبعا يعني الفتره اللي فاتت دي كانت فتره جميله جدا، حتى احنا الفرقه اللي كابتن طارق كونها السنه اللي فاتت دي كانت معظمها جيلي ومعظمها شباب صغيرين. صحيح. الناس كلها كانت يعني مش معظمهم لعبوا اهلي يعني النادي اهلي كتير يعني، والماتش القمه يعني اول مره يتحطوا قصدك في الضغوط دي. بالظبط. بس كابتن طارق دخلهم في الفرقه بسرعه جدا، خلانا نبقى مع بعض، دخلهم حتى الشباب الكبار مش سنا ده مقاومه كمان يعني. صحيح. ان هم صراحه خلونا نخش في وسط الفرقه، دي حاجه يعني كانت لا. وانت لسه جدا عندك كتير، خلي بالك عبد الرحمن، وعلينا وعليك امال كتيره بالنسبه للجمهور الاهلي. اعزائي المشاهدين، طيب احنا عملنا تقرير عن فريق كره اليد في النادي الاهلي، واتكلمنا بالاخص عن نجميني اللي مشرفني في الاستوديو. نشوف التقرير ده وارجع لحضرتك تاني. نجح لاعبو الفريق الأول لرجال كرة اليد بالنادي الأهلي في إسعاد جماهير القلعة الحمراء مع نهاية الموسم المنقضي، وذلك بعد تتويج بكأس مصر بعد التغلب على الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 26-23 في اللقاء الذي أقيم على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر. وقدم نجوم القلعة الحمراء أداء مميزة خلال الموسم، وظهر تألق أكثر من لاعب خلال مباريات الدوري وكأس مصر، حيث استطاع عبد الرحمن طه في الزود عن مرماه في العديد من اللقاءات، ويأتي على رأسها مواجهتا الزمالك الأخيرتان بالدوري، فيما تألق محمود نعمان في صناعة اللعب وتنويعه لزملائه داخل الملعب في العديد من المباريات الهامة في الموسم المنقضي. وطلب عدد من خبراء اللعبة بضرورة ضم الثنائي لمعسكرات المنتخب الوطني، لا سيما في ظل إمكانياتهم الكبيرة والتي تتطور يوما بعد الآخر، كما أنهما سيستفيدان من الاحتكاك القوي مع العناصر الأخرى بالمنتخب أو المدارس المختلفة التي يلعب أمامها منتخبنا الوطني. ويسعى الثنائي لإثبات كفاءتهم بشكل أكبر وتواجدهم في التشكيلة الأساسية للمارد الأحمر في الموسم المقبل، ورسم البسمة على قلوب عشاق ومتابعي نادي الأهلي من خلال حصد البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري. وتأمل جماهير الشياطين الحمر في مساعدة الثنائي لكافة زملائهم بالفريق لحصد كافة ألقاب الموسم الجديد والمزمع انطلاقه منتصف سبتمبر المقبل. وطبعا زي ما حضراتكم فاكرين، الفريق كرة اليد الأول، الفريق الأول كرة اليد بنادي الأهلي، وطبعا نجومه مشرفين في الاستوديو،
خدنا كأس مصر السنة دي والدوري خسرناه بعد مباراة فيصل مع نادي الزمالك، وأداء كان يعني جيد من فرقتنا الحقيقة، وكنا أقرب في أوقات كتيرة جدا بالفوز بالدوري. يعني الفرقة الحمد لله جيدة. خليني بس قبل ما اروح لضيوف واخد رايهم في الموضوع اللي احكي لحضراتكم، نظام الدوري الجديد، يمكن الاتحاد حط نظام للدوري جديد خالص، قال انه هيقسم 16 فرقه، هيقسمها مجموعتين، النادي الاهلي على راس مجموعه ونادي الزمالك على راس مجموعه، هتلعب من دور واحد، تمام؟ يعني هيلعبوا مباريات من دور واحد، يعني ده يلعب 7 مباريات وده يلعب 7 مباريات، وبعد كده هياخد اول 4 من هنا واول 4 من هنا، يجيبهم مع بعض يبقوا 8 فرق، بعد كده يلعبوا دوري رايح جاي، بعد كده هيطلع من الدوري الرايح جاي ده، الفرقه هتطلع بنقاط ويترتبوا من الاول للثامن، هياخد اول أربعة فقط من الستيب الثانيه ياخدهم يروح بيهم دوره مجمعه لتحديد البطل، بس اللي هيطلع من الدور الثاني هيبقى طالع بنفس النقاط. دوري طويل جدا، الاول والثاني من الدوري القادم هيروح افريقيا، الثالث والرابع هيروح بطوله عربيه. نعمان شايف الدوري ماتشات كتيره، يعني تلعب 7 وبعد كده 16 وبعد كده تلعب لك 3، يعني هتلعب حوالي 26 ماتش في الموسم، رقم كبير، احنا جاهزين له؟ اكيد طبعا، احنا الفرقه بتاعتنا نصها بيتدرب في المنتخب وبيستعد لاولمبياد طوكيو، والنص الثاني بيتمرن مع كابتن طارق محروس تمرين قوي جدا، وبنتمرن 4 ساعات في اليوم وبنستعد بشكل كويس. كابتن طارق دايما بيبقى عايز الفرقه كلها تبقى جاهزه، سواء اللي في المنتخب او اللي بره المنتخب، كله بيبقى جاهز، بيبقى يعني استعداد ان هو ينزل الماتش في اي وقت. ايوه، احتكاك الماتشات. هل متوسط العمر يفرق معانا برضو يا نعمان؟ يعني خلي بالك احنا الحمد لله متوسط عمرنا اقل كتير من المنافس. هل الدوري طويل ده يبين امكانياتنا في حته الفتنس، وان احنا عندنا اكيد معدلات لياقه اعلى؟ اكيد طبعا، يعني كابتن طارق يعني في الحته دي بيهتم بيها جدا، موضوع اللياقه والجري وكده، ومعدل الاعمار بتاع الفرقه يساعد جدا اللي هو يعني كابتن طارق ينفذ شغله في ان اللعيبه تقدر تجري طول الماتش ويعني يلعبوا هاندبول حديث. يعني صحيح، وده كمان بان في اخر السيزون اللي فات، ان الفتنس بتاعنا واللياقه بتاعتنا كانت فرقه كتير، حتى صحيح. في يعني في طول ال 60 دقيقه احنا بنلعب بنفس الريتم بنفس الشكل بنفس كل حاجه، صحيح. وعندنا 1 2 3 ممكن يغيروا في اي وقت، طارق مهيئ اي حد على الدكه اللي هو ينزل، صار شايف الناس اللي على الدكه كلها يعني في اي وقت كله جاهز اللي ينزل في الملعب، هو عارف اللي هو هيعمل اللي عليه. طب قول لي عبد الرحمن، انت حسيته في الملعب ان لما لعبنا ماتشين الزمالك اللي هم بتوع الدوري، وبعد كده عملنا ماتش فيصل، وبعد كده رحنا للكاس، كان لعيبه الزمالك دايما بيلجأوا ان هم يقللوا سلو داون لسرعه الجيم، هل انتوا كنتوا حاسين؟ يعني احنا كمتفرجين حسيناه، انتوا في الملعب حسيتوه ان هم بيتعمدوا يقللوا سرعه الجيم عشان يقدروا يجاروا المعدلات اللي قبلها؟ احنا كنا متوافقين عليهم ان احنا نجري عليهم، صحيح، نزل نجري. كابتن طارق هو مدخل في مصر فكره ان الفاست بريك على طول شغال كسبان لا قدر الله خسران، على طول اجري، يعني دي حاجه طبعا يعني متمرنين عليها. بالظبط، متمرنين عليها، فدي الصراحه فرقه عن يعني فرقتنا فرقه عن الناس كلها في الحته دي. وقدرتوا بشكل او اخر ان انتوا حتى كاس بعد ما تلقينا الخساره، وكنتوا انتوا برده نفسيا يعني متضايقين، ولكن الفتنس وفوقتوا نفسكم في كاس وكسبنا. بالظبط، احنا في ماتش الكاس من اول الجيم احنا فارقين 3-4 ومستريحين وبنلعب، احنا بقى اللي بقينا نلعب، يعني احنا اللي ماسكين ريتم الماتش، صحيح، احنا اللي عايزين نجري امتى، عايزين نجري ولا عايزين نهدي، بقينا احنا اللي ماسكين ريتم الماتش. كابتن طارق طبعا دي كل تعليمات كابتن طارق، ومحضرين ماتش كويس جدا، احنا حاطين سيناريو، كان كابتن طارق حاطط السيناريو يعني كذا سيناريو اللي احنا نمشي بيه، بس الحمد لله ربنا كرم يعني. الحمد لله. طب اعزائي المشاهدين خلينا نطلع لفاصل ونرجع نكمل كلامنا مع طبعا نجوم كره اليد في النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، نعمان اجيلك. يعني احنا السنه دي بدانا تمرين خلاص، كلمني عن بتتمرنوا ازاي، فترات التدريب، هل احماه بس، هل في فني كمان، كلمني عن الفتره دي. احنا بقى لنا 2 أسبوع شغالين مع كابتن طارق والجهاز، كابتن صابر ومدرب الاحمال كابتن تامر، الحمد لله شغالين معاهم كويس قوي، وبنتمرن في الجيم يعني في الاسبوع. في يعني بتمرن حوالي 6 تقريبا، حاجه كده، تمرين 4 ساعات، تمرين بتاع 4 ساعات. لا يعني تمرن الصبح وبالليل ولا بالليل؟ لا احنا بناخد تمرينه كامله، بس عشان احنا عشان صعب صبح وليل بنتمرن فتره كبيره، بس بتاخد تمرينه واحده ساعتين. 4 ساعات. 4 ساعات. طب مقسمينها ازاي؟ او كابتن طارق بيبقى في الاول جيم،
بخش جيم مثلا ساعه يعني ساعه ونص او ساعتين او كده في النادي في جيم في جيم النادي وبعد كده بنطلع على الملعب او على التراك على حسب لو في جري مثلا بنجري اول وبعد كده ممكن يبقى في في الاخر خالص بعد الاحمال والفوتور بيبقى في الاخر هاند بول في هاند بول بيبقى في هاند بول اساسيات ولا جماعي لا يعني لسه مش لا مش جماعي بس فردي يعني كابتن بيمسكنا فردي كده ويعني بيطور الشوطه بقى وال والباس والكلام ده لسه في الاول يعني طب قول لي يا نعمان انتوا طبعا مش بس كل الموضوع متعلق بالمدير الفني يعني مش المدير الفني المدير الفني بيبقى ليه تطوير بعض الامور بس انت كلاعب لازم تشتغل منتال على نفسك انت شفت السنه اللي فاتت كان عندي قصور في ايه مثلا هل انتوا كلاعيبه بالذات اللعيبه الشباب عندهم الفكر ده عندهم المينتاليتي دي ان هو يقدر يشتغل على مشاكله بتاعه الموسم السابق اكيد طبعا الفرقه كلها بتشتغل على نفسها حتى يعني كان برضو الكابتن كان بيقول لنا لكل واحد لازم انا مش هديك كل حاجه والجهاز مش هيديك كل حاجه انت يعني لازم برضو تشتغل على نفسك وتصرف على نفسك عشان تقدر تطلع بمستوى كويس كل واحد بيبقى ناقصه مثلا قوه جيم مش سرعه بتاع لازم هو اللي يشتغل على نفسه لوحده فيها اكيد طبعا صحيح طبعا عبد الرحمن نفس الكلام بالنسبه لك بس هل تدريب حراس المرمى بيختلف عن تدريب اللاعبين يعني كابتن نعمان قال ان احنا بنتمرن اربع ساعات اكيد في اختلاف عن حارس المرمى واللاعب انا بتمرن مع يعني زي ما يعني زي ما هم ماشيين بالظبط اتمرن في الجيم عادي معاهم يعني انت في المفرمه معاهم تمام كابتن طارق مش سايب حد يصير يعني هو لازم تبقى عليك التعب طبعا لسه جايين تمرين محدش قادر يمشي على رجله اصلا والله بلا حاسس ان انت حتى صوتكم مش طالع بالظبط طب يا جماعه بعد البرنامج كده لازم عشا جاب التمرين اربع ساعات اتفضل عبد الرحمن فاحنا بنطلع من الجيم على طول لو ما يخش تراك بخش معاهم تراك لو ملعب بخش مع الملعب كابتن ماضو طبعا مدرب كبير مدرب حراس طبعا مدرب كبير جدا بيشتغل معاه فنيات وفي اتجاه حراسه المرمى او فيتنس اتجاه حراسه المرمى صحيح يعني هما يشتغلوا في الملعب هو مثلا ياخدني في نص الملعب الثاني اشتغل انا لوحدي ما انت بتتمرن دلوقتي طبعا لوحدك لان الطياره مع المنتخب اتمرن لوحدي هل حد من صعب الناشئين معاك ولا لا لسه بس هم عشان هم بقى في اجازه باين لسه مخلصين السيزون بتاعهم من قريب ف كابتن طارق مديهم كده راحه بسيطه ويرجعوا طب برضه نفس الكلام انت شغال نفس منتال زي ما قلنا طبعا حضرتك لما بتيجي النادي الاهلي بتتعاقد معانا حضرتك بتمضي عقود احتراف فانت لازم تبقى انت يعني زي ما نعمان قال انت بتستثمر في نفسك وبتشتغل على نفسك حتى نومك واكلك وبره الملعب مش جوه الملعب بس انت لازم تبقى انت يعني مسيستم حياتك كلها مفيش يعني مفيش دروب فيها في اي حاجه عشان هيأثر عليك في الملعب صحيح وخلي بالك احنا ما شاء الله يعني عبد الرحمن احنا عندنا اقوى حراسه مرمى في مصر ما شاء الله انتوا الثلاثه اي واحد فيكم يبقى منتخب مصر مريح الحمد لله احنا يعني احنا الثلاثه على طول لما في المنتخب احنا الثلاثه بنروح المنتخب ودي ما بتحصلش في كل الانديه خلي بالك يعني مش دايما الانديه بيروح منها ثلاثه وثلاثه اي حد وانت مهمد يقف في حراسه المرمى هيسد بالظبط يعني يعني برضه دي كومبيتيشن اللي بينكم المنافسه موضوع صعب يعني لا منافسه شريفه طبعا كل واحد بيعمل اللي عليه طبعا كل واحد بيعمل اللي عليه كل يعني كله احنا اخوات طبعا متربيين مع بعض كلنا كلنا طالعين من تحت كلنا لعبنا مع بعض تحت فكلنا يعني يعني اصحاب عندكم نفس طبعا عندكم نفس الروح طبعا طبعا حتى اللي بيجي من بره بيخش في الروح دي اي حد بيجي من بره طبعا احنا بنقف جنبه حتى يعني زي مصطفى خليل لسه جاي ده هو اصلا من النادي صفقه الانتقال اللي جت ابن النادي فهو كمان دوره كبير الفتره دي اللي هو لم الفرقه والناس الصغيره وعارف سياسه النادي الاهلي وعارف يلم الناس ازاي يدخلهم في اجواء يعني مرحله اللي انت بتطلع من الناشئين لدرجه اولى دي طبعا انت لسه فكرك مش احسن حاجه مش طبعا انبسطتوا بانضمام مصطفى كمان للفرقه طبعا طبعا اكيد طبعا لعيب كبير طبعا و محترم يعني حاسين اضافه فنيه كبيره طبعا طبعا هو اكيد كده طبعا دي رؤيه الجهاز الفني بس طبعا بيبقى حلو لما يسمع الكلام ده من اللعيبه طبعا يعني بيلعيبه زمايله اكيد بيبقى كويس يعني بالظبط طب قول لي يا نعمان برضه يعني يمكن هتكلم عن كاس مصر اللي فات كان في ظروف صعبه طبعا انتوا كنتوا طالعين من خساره الدوري وكابتن محمود الخطيب يعني قعد معاكم قويت معاكم بعد المباراه عايز اعرف اقول لكم ايه اتعهدتوا على ايه يعني كلمني في لحظه بعد ما انتهى الدوري ونتوقف عند مشهد كابتن محمود الخطيب الى حصولنا على كاس مصر هو اكيد كان في مجهود كبير جدا من اول رئيس النادي لغايه كل الناس يعني
اول ما خسرنا ماتش الدوري كابتن محمود خطيب جمعنا في الملعب وقال لنا ده ماتش يتنسي، انتوا لازم تبقوا يعني الماتش ده حرام يضيع، بس تعلموا عندكم ماتش كاس، ما تفكروش في الخساره، انتوا الماتش اللي جاي ان شاء الله تكسبوه. وهو فعلا كان هيجي بس هو قال ان انا اتاخرت عليكم كده ما عرفتش اجي يعني كده، وكرمنا بعد كده في النادي فهو واقف معانا يعني واقف معانا يعني يعني بالعكس هو كان سبورت ليكوا جامد جدا بعد الخساره، مهمه جدا في الملعب بعد الخساره ان هو يكون موجود ويقف معانا. طبعا الجهاز الفني كان هو اللي عليه الدور الكبير لانه كان دخلنا معسكر تاني بعد الخساره، فكان معسكر صعب انت خسران وكده، فالجهاز كله طبعا يعني اشتغل على العامل النفسي اكبر من الفني او كده، لانه عارف امكانيات اللعيبه اللي معاه ايه، بس هو اللعيبه دي لو فنيا يعني قدرت خلاص تخرج من الخساره عارفين ان هو باذن الله ان شاء الله الكاس هيبقى بتاعنا. كان الدوري برضو كان ماتش في ايدينا بشكل كبير أكيد يعني أكيد. بص هو نصيب طبعا، واحنا الرياضه مكسب وخساره مش زعلانين ابدا، بس انا عايز اعرف منكم تفاصيل اكتر عن الكاس والمباراه، بس خلينا نطلع فاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نكمل كلامنا عن كره اليد في النادي الاهلي ونطمنكم عليها، ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين مع نجومنا عبد الرحمن طه حارس المرمى، محمود نعمان نجم الفريق طبعا، واللي متواجدين معانا في الاستوديو. نعمان خلينا نتكلم عن اهم حاجه اللي تهم جمهور النادي الاهلي وهي الموسم ده، احنا عندنا بطوله افريقيا في شهر 8 صح؟ هتبقى فين يا كابتن؟ في اغادير في المغرب. انتوا كلاعيبه عينيكوا عليها؟ عندكم عهد بينكم من نفسكم ان شاء الله ان احنا اشتركنا فيها يبقى لازم ناخدها؟ اكيد طبعا، النادي الاهلي يخش اي بطوله بيبقى عينه على المركز الاول بس، يعني صعب يخش بطوله مثلا يبقى عايز يعمل تمثيل مشرف او كده. مركزين فيها اكيد طبعا، اللعيبه اللي موجوده لعيبه كتير دوليه، واللعيبه اللي موجوده كلها يعني مؤهله ان هي تلعب بطوله زي دي وتاخدها باذن الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. طيب خلينا يكون معانا عبر الهاتف كابتن طارق محروس مدير فني الفريق الاول لكره اليد بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن طارق. طيب وحضرتك؟ طيب وحشنا يا كابتن والله. الله يخليك وانت كمان والله. كابتن طبعا احنا بنبارك لك اكيد تاني وتالت على كاس مصر اللي فات السنه اللي فاتت، وكلمنا طبعا عن الكاس وظروفه، يمكن اول مره حضرتك تطلع في الاعلام وتتكلم عن الكاس وظروفه اللي تعرضنا ليه حتى بعد خسارتنا من الدوري، ولكن استطعنا احنا نفوز بالكاس. كلمنا عن البطوله دي يا كابتن. اولا بس انا احب اشكر فريق الكوره اللي فرحنا امبارح وكسب ماتش الترجي، حاجه كويسه جدا، احنا سعداء وباذن الله نقدر نحقق العشره باذن الله ان شاء الله كره القدم باذن الله. دي حاجه. الحاجه الثانيه انا بشكر طبعا الجهاز الفني اللي كان شغال معنا السنه اللي فاتت، كابتن يحيى وكابتن محي، اللي بعد انتهاء الموسم جات لهم عروض. كابتن يحيى جاله عرض مدير فني في نادي المعادي، وراجل يعني تحت ضغط قوي اصر ان هو يروح عشان ياخد التجربه دي، انه يبقى مدير فني نادي، وانا بحييه وبتمنى له التوفيق، ودي تجربه جديده عليه، فهنبقى كلنا بنساعده لان هو ابن من ابناء النادي الاهلي، واي حاجه هيطلبها مننا هنشتغل معاه ونساعده فيها لان تجربه مهمه بالنسبه له، خطوه مهمه. كابتن محي راح المنتخب المصري وبقى مدرب حراس مرمى المنتخبات، ودي حاجه كبيره جدا في النادي الاهلي ان يبقى عندنا كوادرنا مش بس في اللعيبه كمان في المدربين، يبقى مدرب بيخرج لمدير فني لنادي اخر يخوض التجربه بنفسه كرجل الاول، والكابتن محي، فانا بشكرهم على الفتره اللي قعدوها معاه، وكنا نتمنى ان هم يستمروا معانا، لكن طبعا ده مستقبلهم من حقهم ان كل واحد يشوف حياته القادمه، وبشكرهم مره ثانيه، الناس دي عملت اللي عليها وزياده وما قصرتش، وربنا معاهم في اللي جاي باذن الله. نشكر حضرتك على التوضيح طبعا، لان اكيد كان في تساؤلات كبيره عن كابتن محي واكيد عن كابتن يحيى، وحضرتك جاوبت على التساؤلات دي، بنشكرك يا كابتن. وبنستاذنك اتكلمنا عن ظروف الكاس السنه اللي فاتت، طبعا كانت ظروف صعبه بعد خساره الدوري في مباراه فيصل، وكنا افضل في خلال فتراتها، اغلب فترات المباراتين احنا كنا افضل الحقيقه، ودخلنا على الكاس وما كانش في فتره بينيه كبيره، ازاي قدرت تعد لعيبتك وفرقتك انها تخش تفوز بالكاس يا كابتن؟ اولا بص يا كابتن هيثم، طبعا الاثنين اللعيبه اللي قاعدين قدامك دول النهارده نزلنا الحمل التدريبي شويه عشان يجوا معاك في البرنامج، واحنا بنشكرك يا كابتن. بس يا كابتن هم عايزين يتعشوا يا كابتن، يعني انت ضاغط عليهم يا كابتن، يعني برضه يعني اللعيبه محتاجه تتغذى يا كابتن، لازم تعزمهم على العشاء يا كابتن طارق. حاضر، ده ثاني اسبوع شغالين فيه، احنا الحمد لله لغايه 1/7 نشتغل بقى فترات صباحيه ومسائيه، عندنا بطوله مهمه باذن الله في اغادير بطوله افريقيا، وعنينا عليها ان احنا نكسبها. التوفيق. ابطال دوري ولا ابطال الكؤوس يا كابتن؟
ابطال الدوري. دوري تمام تمام يا كابتن. ابطال الدوري ولا ابطال الكؤوس ولا الدوري؟ لا الدوري يا كابتن. ابطال الدوري صح. ابطال دوري صح زي ما حضرتك بتقول يا كابتن. على العموم احنا اللي لينا حق كالنادي الاهلي نشترك في الاثنين باذن الله، كان ابطال الدوري او ابطال الكؤوس. تمام. فاحنا بالنسبه للبطوله السنه اللي فاتت الحمد لله يعني احنا ادينا موسم كويس. كان الهدف فيه انشاء جيل من اللعيبه يقدروا يكسبوا البطولات القادمه. والحمد لله اللعيبه بتاعتنا قدرت الحمد لله بفضل ربنا سبحانه وتعالى ان هي تخش البطوله بقوه وعينيها على البطولات. زي ما حضرتك قلت احنا خسرنا الدوري بعد مباراه فاصله مع نادي الزمالك اللي اغلبه لعيبه فيهم خبرات، اغلبهم لعيبه عندهم 8 لعيبه لعبوا كاس عالم واحنا عندنا 2 لعيبه بس النادي الاهلي لعبوا كاس عالم في مصر. فطبعا الخبرات دي بتفرق جامد طبعا ان نوصل معاهم لمباراه فاصله جيل واعد من النادي الاهلي. المعلومه اللي تايهه عن ناس كتير مش واخده بالها منها واحنا بنشتغل عليها نفسيا وعربيا وفنيا وكل حاجه، ان النادي الاهلي لم يفوز على نادي الزمالك من سنه 2017 موسم 2019 2018 فمده طويله قوي انك تقعد صحيح ما تكسبش. صحيح لما تيجي في ماتش كاس وتكسبه بفارق كبير وتتسيد طول المباراه بفارق كبير ده اعتقد ان تعتبر ان ده انجاز كبير ان احنا قدرنا نكسر الحاجز ده. صحيح. ان احنا باذن الله الماتشات اللي جايه او البطولات اللي جايه هيكون عندنا فريق قوي قادر على انه يكسب البطولات القادمه. كان عندنا برضك بعض التساؤلات، الناس بتسال ان ليه احنا ما بندعمش ليه احنا ما بنعملش. بالعكس احنا الحمد لله بعد ما انتهت الموسم قدرنا نقف على الاخطاء اللي عندنا واحتياجات الفرقه وقدمنا للنشاط الرياضي والناس المسؤولين عن التسويق احنا محتاجين ايه كل مكان، وقدمنا ان احنا محتاجين حوالي من 3-4 لعيبه ورتبنا الاماكن لو اللعيب ده ما جاش يبقى اللي بعده، اللعيب ده ما جاش يبقى اللي بعده. بالتنسيق مع اداره النشاط الرياضي يا كابتن صح؟ بالتنسيق مع اداره النشاط الرياضي طبعا. بالظبط كده. لان احنا طبعا كابتن هيثم عندنا قواعد ولوائح في النادي الاهلي ما فيش حد يعني بيقدر يبعد عنها، بنشتغل في اطار واحد كلنا في منظومه متكامله فبنشتغل على هذا. اكيد يا كابتن طارق طبعا. احنا الحمد لله قدرنا بعد نهايه الكاس على طول بمده قليله جدا قدرنا يحصل تواصل مع مصطفى خليل والحمد لله وافق على طول وجي عندنا النادي ومضى الراجل والحمد لله دينا عندنا الصفقتين تاني لسه طبعا. لا ده احنا عندنا استفسارات كتير بس احنا يا كابتن معلش عذرا وقت البرنامج واكيد هنكلم حضرتك وهنعرف الاستفسارات وعايزين مزيد من المعلومات. كابتن طارق محروس المدير الفني لكره اليد بشكرك وبعتذر لك لوقت البرنامج بس ان شاء الله هتكون معانا اكيد وهنعرف من حضرتك تفاصيل اكتر باذن الله. طبعا نعمان بشكرك نورتني وشرفتني ونتمنى لك كل التوفيق يا نعمان. انا اسعد والله مبسوط ان انا في قناه الاهلي ومع حضرتك طبعا. ده بيتك ومكانك. ربنا يخليك. عبد الرحمن طبعا بشكرك نورتني وشرفتني واتمنى لك كل التوفيق يا عبد الرحمن. ربنا يخليك والله كلنا مبسوطين وحتى انا وعبد الرحمن جايين قلنا كابتن دكتور كابتن هيثم يعني الواحد يتبسط هو معاه طبعا. طبعا ده شرف لينا وانا يعني بسعد بيكم بسعد بنجومنا طبعا. اعزائي المشاهدين دي كان حلقتنا النهارده من الابطال. انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده وقصص جديد مع ابطالنا، ابطالنا كتير في النادي الاهلي وان شاء الله حلقه جديده وابطال النادي الاهلي. شكرا جزيلا.